احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية الاجتماعية للمفرج عنهم وتنفيذا لقرار الرئيس السيسي. تم الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم ممن استوفوا شروط العفو تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. شعور جميل إن أنت طالع تحضر العيد مع أهلك وسط أسرتك، شعور لا يوصف. أحب أشكر سيادة الرئيس بمناسبة العفو وعيد الأضحى وإن أنا قاعد مع أهلينا. أقول كل سنة وحضرتك طيب ودايما كده مفرح قلبي كل الشعب المصري كله. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس على العفو، لا كمان على الانجازات الكتير قوي اللي احنا شفناها في التلفزيون. البلد بتتغير، مشاريع كتير في كل حاجه، في الطرق ككباري كمصانع، كل حاجه في البلد اتغيرت. 1270 نزيلا تم الافراج عنهم بالعفو الرئاسي وفقا لما اسفرت عنه اعمال اللجان المشكله لفحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو بعد أن تم تأهيلهم وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل وتوفير سبل الرعاية المختلفة لهم اجتماعية وتعليمية وصحية ومعيشية وثقافية لضمان عودتهم للمجتمع أفراد صالحين. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيد وتبقى لي طوق النجاة. أحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحياة الكريمة اللي منحها لنا، على كل شيء كويس عمله لنا. بالنسبة لمركز الإصلاح وتأهيل وادي النطرون للنساء، حياة كريمة بمعنى الكلمة. من كل شيء اتعلمت حرفة يدوية، إن شاء الله ما أخرج هعمل مشروع وأشتغل بالحرفة اللي أنا اتعلمتها هنا في مركز الإصلاح. كل مجالات التصنيع، أي حد معاه صنعة بيشتغل وتصنع في مركز إصلاح وتأهيل. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجة حلوة عملها لنا، وإحنا هنا بنتعامل أحلى معاملة وبنتعلم جوه. مركز فيه كل حاجة كويسة، طبعا فيه المركز الطبي على أعلى مستوى، فيه فصول نحو أمية للي عايز يتعلم، فيه فصول، فيه ورش، فيه تعليم مهن، فيه الحاجة اللي انت بتحب تشتغلها برا انت بتلاقيها وبتشتغلها وبتتعلم مجال جديد. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد أن فتحت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل لخروجهم إلى المجتمع. زي ما طلعت لنا عيالنا يا رب، الله يخليك يا فتاح يا أستاذ، زي ما طلعت لنا عيالنا. فرحة كبيرة لنا وعز كبير إن هو هيعيط في وسطنا وفي وسط إخواته وفي وسط أهله. وبنشكر سيادة الرئيس على اللي هو عمله معانا وإن هو طلع لنا أولادنا وفرحنا في العيد بطلوعهم. وربنا يبارك لنا في الرئيس اللي طلعوا لنا في يوم زي دوت، يوم عيد يفرح معانا ويعيد معانا. أصل الحكاية فكرة أنت فيها وهيبتدي.